ارجع وارحب فيكم من جديد. وصلنا معكم الى فقره لمسات. مشاريعها الكبيره التي نفذتها اعطتها فرصه في اظهار افضل ما عندها في افكار وتصاميم. انها المصممه سالي عطياني. يا هلا ومرحبا سالي، منوره معنا. ما شاء الله، يعني بدينا في الديكوريشن من بدايه اللبس مالك، يعني باين جدا انيق ما شاء الله عليك. تسلمي مقدم. الله يسلمك. سالي، اذا بنتكلم في اساس طبعا الديكوريشن الداخلي اللي هو المنزل، واكيد اذا الواحد مرتاح في بيته ما يقدر حتى ينتج برا، صحيح؟ أكيد. اذا بنتكلم عن الديكور الداخلي والالوان اللي ممكن يعني الناس تختارها عشان تهدي انفسهم وتعطيهم اريحيه في المنزل من داخل. مزبوط. هلا بفضل انه دائما يختاروا الاسقف والارضيات الالوان مثل البيج او الالوان الفاتحه، لانه دائما بتوحي بالراحه النفسيه وبالترحاب. جميل. ونفس الشيء للاسقف، لانه ممكن انه الواحد انه اذا حط لون غامق او لون محايد ممكن يحس ب الكآبة، يعني السجون معروفة باللون الرمادي. صحيح. لأنه هذا اللون ممكن أنه الشخص إذا ضل بهذا المكان تضرب حالة نفسية. بالضبط. فمشان هيك أنه دائما يختار الألوان البيج، الألوان الفاتحة، لأنه بتحسس بالراحة النفسية. جميل. طبعا الإنسان يشدني أنه ما شاء الله عليك أنت يعني صغيرة بالعمر تبارك الرحمن، كيف بدأ معك المشوار هذا؟ طبعا أنا تخرجت من الأردن من جامعة العلوم التطبيقية، وجيت هون على الإمارات بلشت أشتغل. جربت أكثر من شركة. نعم. بس طبعا دائما المصمم الداخلي ممكن يعني أول دائما الشركات ما بتعتمد عليه، ممكن ما تخلي إنه يقابل الكلاينت أول يعني ما مزبوط، بيكونوا خايفين إنه ممكن يهرب الكلاينت أو شيء. صحيح. فكنت حابة إنه أبلش يعني من عمر صغير إنه أنا أقابل الكلاينت. جميل. فهي هاي الشغلة اللي خلتني أشتغل فريلانسينج. طبعا اخر مشروع انا قدمته كان للشيخ راشد بن حمدان، الاستراحه تبعته بالعين. جميل. فكان هذا من المشاريع يعني الجميله جدا اللي اشتغلتها. جميل. كان شيء صعب انه اولها انه يعني انت دخلتي جامد ما شاء الله، بدايتك على طول يعني ما شاء الله عليها عند الشيوخ تبارك الله. مزبوط. انه كان كنت احس انه شيء كبير ومسؤوليه، بس الحمد لله يعني الحمد لله رب العالمين كانوا راضيين وكانوا كثير مبسوطين بالشغل. ما شاء الله عليك. زلزالي، اذا تكلمنا في بدايه نرد على اللي قبلها. الحين طبيعي ان الواحد يوم يحب شغله او في موهبه يبداها من صغره، يعني طبعاً. انت كنت في البيت في بداياتك تشلين الكراسي، تبدلين الديزاين، تكسرين الليت، شو كنت تسوي وانت صغيره؟ هلا مبدئيا يمكن تاثرت بوالدتي هي. نعم. طبعا مو دارسه هذا التخصص، بس عندها حس كثير حلو. جميل. يعني حتى باللبس بالديكور، يعني اي حدا ممكن، يعني حتى وانا صغيره اي حدا كان يفوت بيتنا يقول مين المهندس اللي عامل لكم البيت؟ بجاوب انه انا. فهذا الشيء خلاني انه طبعا اكون مثل والدتي، انه احب هالشغله وانه افوت بهالمجال، لحتى ممكن نكون يعني حتى بالفيلا اللي كنت بحكي لك عنها للشيخ، انه كانت هي مساعدتي كمان، كانت كثير تقترح علي اشياء يعني من خبرتها بالحياه. يعني هو في النهايه اي شيء جميل يباله الحس، اذا طبعًا. الحس موجود ينتج كل شيء، كل الجماليه. أكيد. طبعا أكيد. زين، اذا تكلمنا عن اختيارك في التصاميم الداخليه بناء على شو؟ يعني القواعد اللي تاخذينها في بدايه ما تبين تصممين شيء داخلي. هلا اكيد بيكون اول شيء بنشوف المخططات لاي مثلا عميل بيجي، بنطلع على المخططات وبنقارن. اكيد لازم يكون التصميم الخارجي يتناسب مع التصميم الداخلي. جميل. يعني مو معقول مثلا تكون فيلا مودرن مبنيه من برا وجوا نحط فيري كلاسيكال. طبعا انت تنفذين، يعني تخططين وتنفذين. طبعا ما شاء الله. اوكي. هلا ممكن اشخاص اولها انه يكونوا حابين بس يشوفوا الديكورات قبل. نعم. التنفيذ عشان يتاكدوا انه احنا قدرنا نوصل الفكره يلي هم حابينها، نفس الذوق اللي يبونه. مزبوط. وبعد هيك يعني ممكن انه اذا اعطونا الثقه انه ننفذ لهم الشغل. جميل. ما يعني الموضوع الداخلي ياخذ معك فتره كم لكم؟ هلا تقريبا اول لقاء بيكون بين العميل وبين المصمم الداخلي. نعم. لحتى انه يحطوا المخططات الاولى والتصاميم الاولى. يعني باخذ تقريبا من 5 لـ 8 أيام. هاي بس انه مخططات اوليه. جميل. بعدين اذا بتفقوا عليها بعد التعديلات على المخططات المبدئيه يعني من فتره 10 لـ 20 يوم. نعم. وطبعا حسب المشروع وحسب حجم المشروع، لانه كل مشروع بيكون له فتره زمنيه معينه. جميل. هل اختلف مجال مثلا، انت خبرتيني انت دارسه في الاردن صحيح؟ مزبوط. والحين في دبي في الامارات. هل اختلفت مثلا ثقافات الديكور الداخلي او الديزاينات اللي موجوده مثلا في الاردن عن الامارات؟ لقيتي فيها صعوبه او كلهم واحد؟ هي مبدئيا كل بلد بتتاثر بعاداتها وتقاليدها. جميل. يعني مثلا ممكن الاردن تلاقي الالوان والمجلس الطريقه اللي بيعملوا ديزاين فيه اكيد غير عن مثلا المجلس يلي بينعمل بدوله الامارات. صحيح. بس الشيء الحلو انه بدوله الامارات
حتى لو كانت الفيلا مثلا المشاريع اللي نفذتها حتى لو كانت فيلا كثير كبيره الا ما يدخلون الا ما يدخلون الطابع التراثي تبعهم انه المجلس ممكن من التصاميم يلي بعتها في مجلس انه هم مثلا بمدينه العين ممكن ما يكونوا بيقعدوا على طاوله السفره صحيح فعندهم مجلس عربي ارضي فانا حاولت انه ادخل المودرن وما اتخلى عن التراث يلي هم انه بحبوه ما شاء الله فعملت مثل رخامه كامله على الارض مثل طاوله سفره بس هي مجلس ارضي جميل فكره جديده على فكره جدا مزبوط جميله ممكن كمان على الانستغرام هو موجود هذا التصميم فممكن طبعا انهم يشوفوه نحن اول بادي بنشوف معنا صور خلينا نشوفها مع بعض وتخبريني عنها هذه مثلا سالي مزبوط هذا هو المجلس الارضي هاي الدايننج روم غرفه السفره جداً طبعا جميلة. هاي رخامه على الارض نعم حتى انه ممكن يتناول الطعام عليها جدا رائعه فكره جديده هني هاي لنفس الفيلا هذا بغرفة الجلوس طبعا هم كان نيو كلاسيك هذا الديزاين بيقولوا له يلي هو فيه الكلاسيك الذهبيات بنفس الوقت القطع الاثاث بتكون مو يعني بتكون بين المودرن والكلاسيك بالضبط لان انا الاحظ اكثر الذهبيات اللي تدخل كانت يعني حتى في القصور الاستقراطيه زمان او في القصور اللي تدخلين مثلا في بلاد اوروبا او في بلاد ثانيه تحصلين نفس الالوان هذه اللي هي تدل على الرقي مزبوط الذهبي والبني مزبوط والالوان هذه مزبوط نعم وهذه تخبريني عنها هاي برضه لنفس الفيلا هاي المدخل الرئيسي طبعا في تو اوبشنز هو كان يا اما نختار اللون البيج مع البني نعم. يا اما انه يكون البني مع الذهبي فطبعا كل شخص هو على حسب الالوان اللي بترتاح لنفسيته بيختار التصميم بس اللي هو انا لاحظت ان الصور اكثرها هي تقريبا نفس الالوان هي الالوان هذه ممكن تدل على الفخامه يعني انت مركزه عليها على هالاساس طبعا وكمان على حسب الفيلا طبعا من الخارج برجع بحكي انه التصميم تبعها هو اللي بيوحي انه انت شو رح تعملي التصميم من الداخل مزبوط جميل. هاي طبعا غرفة نوم فيري كلاسيكال طبعا المساحات ما شاء الله الفيلل هون ما شاء الله يعني اللي بيعمل ماستر بيدروم بتحسي انه اسطبل ما شاء الله غرفة كبيرة كثير فطبعا لازم نعمل كثير شغل وبالجبسون بورد وبالديزاين جميل لحتى يبين انه الغرفة مليانة انه قطع الاثاث ممكن ما تعبيها صحيح بس مع اللوحات مع الاسقف الزخرفية اللي فيها ممكن انه هل تفضلين انت مثلا غرفة النوم بالذات انه يكون فيها مساحة فاضية او يعني يملونها في الديزاينات يحطون مثلا لمبادير يحطون كراسي يترسونها هو صراحه دائما انا بفضل الشيء السمبل لانه دائما الشيء السمبل هو اللي بيعطي انه الراحه النفسيه بيعطي الترحاب بس ما ممكن نجيب يعني مكان ممكن نجيب فيه عفش كثير مرتب بس يكون كله فوق بعضه ما يبين قيمه الاثاث يلي محطوط صحيح بس لما يكون محطوط بمكان اوسع اكيد بيعطي جماليه اكثر جميل اذا تكلمنا عن الغلطات اللي يعني مثلا دخلتي على بيوت يعني احد من الناس كان يبي يرمم او يجدد الديزاين الديكور الداخلي الغلطات اللي صادفتك مثلا ان كانت في الالوان او الاضاءه مكملات لبعض اكيد ان كانت الاضاءه او الديزاين او الديكوريشن كلها يكمل بعضها في ديزاين الداخلي مزبوط. التصميم فاذا تكلمنا عن الغلطات اللي صادفتك مثلا من البيوت اللي دخلتيها هلا ممكن في يعني بعض البيوت كنت ازورها انه تكون مثلا الغرف كثير صغيره نعم. ويروحوا للالوان الغامقه الالوان الداكنه يعني مثلا ممكن اسود يروح لدرجات الاحمر الغامق فتحسي انه مثل سجن يعني صحيح. حتى بيزيد ضغط الدم بجسم صحيح. الانسان انه ما بيكون مرتاح بالمكان فانا دائما بفضل انه يروحوا للالوان البارده وكمان يمكن هاي أساسية أنا كثير بعتمد عليها بشغلي أنه دائما لما بدي أبلش تصميم أي شيء ممكن أشتري لوحة فنية يعني الناس تستغرب أنه أنا أول شيء بشتري بالغرفة اللوحة الفنية جميل لأنه أنت ممكن تحطي اللوحة الفنية على الحائط من ألوان اللوحة تقدري تختاري شو يكون لون العفش يعني خيالك يتوسع من خلال الصورة بالضبط جميل اذا تكلمنا مثلا الحين عن انت طريتي لي الالوان الغامقه في صادفك غرفه مثلا او منزل فيه لون اسود في كثير ناس بيروحوا للون الاسود مع ان انا اللي اعرفه انه مدروس حتى بالنسبه للالوان في الوان تريح النفسيه مزبوط. وتعطيك ايجابيه في المكان مزبوط. اللي انت فيه الاكثر الالوان انت تستخدمينها مثلا للطاقه الايجابيه في المنازل اللي تحطينها طبعا البيجيات بكل درجاتها واللون الاورنج والاخضر لانه هدول الالوان الاورنج بيبعث الفرح بالانسان بحس بالفرح واللون الاخضر طبعا هاي سيكولوجيه بالانسان انه اللون الاخضر دائما بيوحيه بالبساطه بيوحي بالطبيعه لانه طبعا جميل. الاشجار يعني هذا اللون كثير بيريح النفس هل يختلف اللون من مكان لاخر يعني ممكن نحط لون مثلا البرتقالي او الاورنج نحطه مثلا في غرفه الجلوس والاخضر نحطه مثلا في المطبخ ولا في كل مكان
لون معين يروح مع الراحه النفسيه حسب المكان اللي انت جالس فيه. هلا طبعا في كل مكان، يعني في دراسه كانت على مطعم، نعم. هو المطعم كان لونه اخضر. جميل. فكانوا الناس الديزاين كثير مرتب والمطعم انه اكله طيب، بس لما كانوا يروحوا الناس انه ما ينبسطوا بالاكل ويروحوا على طول. جميل. فبعدين صاحب المطعم عمله باللون الاورنج، لانه سال مصمم داخلي، فاللون الاخضر لما ينعكس على الاكل ببين الاكل انه مو طازج، وببين انه مثل فاسد. لما عكس المطعم وخلاه باللون الاورنج، صاروا الناس يجوا اكثر، يحسوا ان الاكل ناضج، يكونوا فرحانين مسرورين بالمطعم، وطبعا اكيد كانوا يقعدوا فتره اطول. جميل. فاكيد بيعتمد انه كل لون ما فينا نحطه باي مكان، انه كل مكان بيكون له لون معين يعني بتلائم معه. جميل. كانت مصمم بالديكور، الحين انت دخلتي الاستديو عندنا صحيح؟ واكيد ان انت يعني لك لمحه في كل مكان تشوفينه، لك يعني وجهه نظر، شو رايك في الديزاين مالنا؟ لا عجبني، ما دام لون بيج لون بيريح النفسيه، يعني انا كنت شوي متوتره قبل ما افوت. جميل. بس هلا كثير حاسه انه براحه، كانه شيء يعني متعوده عليه. ترى هذه انا لاحظت ان انت كنت شوي متنشنه، يمكن نرتاحي عشان كذا احنا حاطين البيج عشان نريح النفسيه. بالضبط. زين، اذا تكلمنا مثلا ساهمتي في مسابقات، في معارض، في اماكن معينه ساهمتي فيها حتى لو خارج الدوله او داخلها، خلال دراستك في الاردن كان عندك مثلا مشاريع او معرض خلال الجامعه كنت تقدمينه مثلا؟ هو مبدئيا كان المعارض انه نحن نروح نزورها، يعني كنت دائما اسعى انه دائما اروح على معارض لحتى اتعرف على شركات ممكن انه تفيدني لقدام. نعم. يعني بمعرض الانتيريور ديزاين اللي هلا قبل ما اجي كان حتى الناس اللي بيشاركوا بالمعارض بميلان وبايطاليا بصيروا هم يبعثوا لك انهم حابين يستضيفوك عندهم لحتى تشوفي ديزايناتهم. فهذا الشيء طبعا انا بنصح كل مصمم داخل انه يضل يواظب انه يروح على المعارض، لانه بصير اي برودكت جديد بينزل او اي تصميم داخلي بينزل جديد بضله دائما انه ابديتد مع الاشياء اللي بتنزل. يعني انت ما شاء الله متابعه اول باول، ما شاء الله تبارك الرحمن، مع صغر سنك بس يعني الخبره واسعه باينه، يعني في ثقافه وموسوعه ثقافيه ما شاء الله تبارك الرحمن. طموحات سالي. طموحات سالي. وين تبي توصل سالي؟ ان شاء الله اكيد اي انسان دائما بسعى انه يوصل لمكان يكون هو مستقل بشغله، يكون هو رئيس عمله. جميل. لانه هلا ممكن بهالعمر ما بفكر بهيك شيء، لانه بحس اكيد هاي مسؤوليه لقدام. بحب اكيد اخذ خبرات اكثر، لانه ممكن لما استلم عملي يكون معي هاي الخبرات تعلمني لقدام، انه اكون يعني الاخطاء اللي بوقع فيها هلا وانا مش مسؤوله او على راس عمل بيكون افضل عبين ما اصير مثلا انا صاحبه الشركه. فاكيد بتمنى انه يكون لقدام يكون عندي شركه الخاصه، وانه اصير اعمل تصاميم. جميل. يعني ومشاريع كبيره ان شاء الله. انا بالنسبه لي اتمنى اني اشوف يوم من الايام سالي لها براند او ماركه معينه، يعني من ادخل اشوف الديكور اقول هذا هاي سالي اللي مصممتها. ان شاء الله. اتمنى لك كل التوفيق وكل الازدهار ان شاء الله، ومن اللي اعلى منه وتوصلين لاعلى المراتب في مجالك في التصميم الداخلي. تسلمي. شكرا لوجودك معنا.